للمزيد حول أسعار الفائدة وعلاقتها بالملاذات الاستثمارية وأسواق المال ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة القطرية الدوحة دكتور مراد علي المستشار المالي وخبير الإدارة الاستراتيجية. سيد مراد، القيمة السوقية للبورصات الخليجية تخسر أكثر من 25 مليار دولار خلال جلسة الاثنين الماضي فقط. الأمر لم يكن أفضل حالا في البورصة المصرية، فهل من الممكن أن تخسر أسواق المال في المنطقة ما ربحته خلال مرحلة التعافي من الوباء، خاصة في ظل المؤثرات الاقتصادية والجيوسياسية؟ السلام عليكم، أهلا بك وأهلا بمشاهديك الكرام. خلينا الأول نتفق مع بعض على حاجة، أن المشهد ضبابي بشدة في الأسواق العالمية وفي الوضع الاقتصادي. خلال الفترة الماضية احنا واجهنا خلال الثلاث سنوات الماضية واجهنا عدة تحديات. كان أولها كانت كوفيد اللي استمرت سنتين، تلاها بعد كوفيد المشكلة الإمداد وأزمات التوريد العالمية، ثم بعد ذلك جاءت صدمة الحرب الأوكرانية واللي تبعها ارتفاع أسعار النفط والطاقة بشكل عالي جدا والمشاكل التي تهدد الأمن الغذائي، ثم في ذات الوقت نواجه مشاكل التضخم ونواجه مشاكل الإغلاق التي تحدث في الصين، والاقتصاد الصيني طبعا أحد روافع الاقتصاد العالمي. فهذه المشاكل اللي احنا بنواجهها خلال الثلاث سنوات الماضية تجعلنا لا نستطيع أن نتوقع، ما حدش يقدر يقول لحضرتك بالضبط ما نتوقعه خلال الاثني عشر شهرا القادم، علشان التداعيات كثيرة جدا والمدخلات كثيرة. حضرتك قلت كلمة مهمة جدا، أن الظروف الجيوسياسية بتختلف، يعني ما حدش كان متوقع أن تحدث الحرب الروسية الأوكرانية بكل تداعياتها، من ارتفاع أسعار النفط، من مشاكل الشحن، من مشاكل الأمن الغذائي، من الضغط اللي موجود على العملات وغير ذلك، من الضغط اللي تم على الذهب، لأن الروس بدأوا يشتروا الذهب بكميات كبيرة بدل ما هم كانوا بيشتروا أو بيستثمروا في الأسواق العالمية. كل دي تداعيات لا نستطيع بناء عليها أن نتوقع ما سيأتي. هناك مؤشرات طيبة عموما، أن الأسواق الخليجية أو الاقتصاد الخليجي بيعتمد بشكل كبير على النفط وعلى الدخل من الطاقة، سواء نفط أو غاز، والحمد لله ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الغاز وغير ذلك بتؤدي أن احنا شفنا السعودية وقطر والإمارات والكويت وغيرها بدأنا نشوف موازنات وبدأنا نشوف فوائض في المدفوعات بشكل صحي وبشكل جيد جدا. التحدي بس أن هذا سيأخذ بعض الوقت حتى تنزل هذه الأموال أو هذه الفوائض للأسواق المحلية، فإحنا أكثر تفاؤلا منا للتشاؤم بالنسبة للأسواق الخليجية. بالنسبة للوضع المصري الشكل أو المختلف، مصر عندها تحديات كبيرة جدا في نمط الإنفاق خلال السنوات الماضية، في تنامي القروض بشكل عالي جدا. مصر دفعت خلال الخمس شهور اللي فاتوا حسب بيانات البنك المركزي 24 مليار دولار، ولسه عليها ديون وعليها أقساط فوائد. الوزير المالية محمد معيط لما كان بيتحدث بصورة تشاؤمية، حتى بعض الكتاب القريبين من الحكومة، لسه كان أستاذ عماد أديب كان له مقال أول أمس، مقال كان بيقول أن مصر إن لم يكن هناك قروض عاجلة من الخليج لإنقاذ الاقتصاد فربما نشهد بنهاية 2022 انهيار لا قدر الله في الاقتصاد المصري. فاحنا ما نقدرش نقول ان هي ان احنا نقول ان هي شكل واحد. يبقى اول نقطة بأكد عليها، لا نستطيع ان نؤكد ما سيحدث في المستقبل نتيجة لضبابية المشهد ونتيجة لكثرة المدخلات، ولكننا اكثر تفاؤلا بالنسبة للسوق الخليجي، ولكننا اكثر حذرا وتخوفا على الاقتصاد. لكن بالتأكيد أنتم كخبراء اقتصاديين لابد لنا أن نستمع إليكم وأن تستشرفوا المستقبل. من الذي يستشرف المستقبل غيره؟ على العموم، في ظل الخسائر الكبيرة التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية، هل نحن أمام سيناريو الأزمة المالية العالمية عام 2008، أما هو يعني الأسوأ وفق توقعاتكم كخبراء؟ لا قدر الله، الأسوأ والذي قد يتوقعه البعض هو الركود التضخمي. الركود التضخمي أو اللي بيطلق عليه باللغة الإنجليزية الستاجفليشن هو
ان انت يحدث عندك ارتفاع هائل في الاسعار، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. يعني التضخم مثلا في الولايات المتحده وصل الى 8.6%، وهذه ارقام اعلى ارقام خلال 40 عام الماضيه، وقد يرتفع هذا الشهر الى 9%. وفي ذات الوقت يحدث تباطؤ او حتى انكماش في الاقتصاد. المفترض لما بيحدث ارتفاع في الاسعار ده بيكون نتيجه بيؤدي الى نمو في الاسواق، فيكون الاقتصاديات فيها نمو. والعكس صحيح، عندما يكون التضخم اقل فربما يؤدي الى نمو اقل. انما احنا اللي احنا خايفين منه ان احنا نشهد ما شهدناه في السبعينات من ركود تضخمي، اي مزج ما بين نسب ارتفاع اسعار ضخمه جدا وفي ذات الوقت تباطؤ في النمو او انكماشات في بعض الاسواق. لا قدر الله لو ده حدث ولا نستطيع ان نستبعده. حتى البنك الدولي في اخر تقاريره كان اكثر تشاؤما بالنسبه لنسبه نمو الاقتصاد العالمي، ونزل بيها ل 2.7% بعد ما كان متفائل في بدايه العام. فاحنا لو هذا حدث ده بيؤدي ان احنا بندخل بعد الشر في دائره جهنميه. ليه؟ حضرتك انا النهارده لما بيحصل عندي ارتفاع في الاسعار وتضخم وفي ذات الوقت بيحدث تباطؤ في الاقتصاد، معنى كده في فرص عمل اقل، معنى كده ان في بطاله بتزيد، معنى كده ان ما فيش منتجات بتتباع، معنى كده ان الشركات بتخسر. فتلاقي ان انت دخلت في دائره جهنميه الخروج منها قد يكون في منتهى الصعوبه. نعم دكتور مراد، الأسوأ الذي نتمنى الا نصل اليه. نعم دكتور مراد، بورصه وول ستريت خسرت خلال اخر 5 أشهر 9 تريليونات و300 مليار دولار، بما يوازي ما خسرته خلال عام كامل بسبب الوباء. فهل دخلت الأسهم والاستثمارات عالية الخطورة مرحلة اللا عودة؟ ده هيعتمد كثيرا على سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي. النهاردة زي ما حضراتكم ذكرتوا، النهاردة في اجتماع مهم جدا سيتم إعلان سعر الفائدة في الولايات المتحدة، وده كالاقتصاد الأمريكي زي ما حضراتكم عارفين هو قاطرة الاقتصاد العالمي. وبالتالي الإعلان النهاردة هل هيرفعوا الفائدة وهيرفعوها بأنهي درجة؟ البعض بيتوقع أنه ربما نتيجة لارتفاع نسبة التضخم اللي وصلت إلى 8.6%، أن هم البنك الفيدرالي يلجأ إلى قفزة وأن هو يرفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس. إذا حدث ذلك فالشيء الطبيعي أن الناس بتلجأ إلى أن هي تسحب أموالها من البورصة ومن أسواق المال وتذهب بها إلى البنوك، وهذا بيسبب ضغط بشكل عالي جدا على أسواق المال. ضغط آخر بيحدث حضرتك عشان نشرح للمشاهدين ببساطة، النهاردة أنا كشركة بعد ما كنت عايزة أنزل سندات أو أقترض أموال عشان أعمل عملية توسع عندي، تكلفة الاقتراض ازدادت عندي، فبالتالي مش هعرف أعمل التوسع، مش هعرف أشتري ماكينات جديدة، مش هعرف أعمل خطة التوسع اللي أنا عايز أعملها، بالتالي الحجم الاعمال بتاعي سينكمش. طب انا كمستثمر لما الاقي شركه سين وصاد وعين شايف ان هي مش هتقدر تتوسع وان حجم اعمالها سيتباطا، هتكون النتيجه ان انا هبتعد عن شراء اسهمها، فبالتالي ده هيؤدي الى مزيد من الضغط على الاسهم في الاسواق العالميه. نعم، اذا هذا يقود الى سؤال، ما سر العلاقه العكسيه بين الفوائد واسواق المال؟ زي ما انا قلت لحضرتك النهارده الفوائد بتعمل كذا حاجه، بتسحب السيوله من السوق. النهارده سواء حضرتك كنت مستثمر كبير او صندوق استثماري او مستثمر صغير او افراد، لما بتجد ان انا اضع فلوسي في البنوك بتجتي لي بعائد مضمون بدون مخاطره، فانا هسحب فلوسي من السوق وبدل ما استثمرها في مشاريع وبدل ما انا استثمرها في اسواق المال ساضعها في البنوك، فده عامل مؤثر. حاجه ثانيه بتحدث وهو ان بيحدث عندي تاثير على المستهلكين. يعني مثال، النهارده من اكبر محركات الاسواق اسواق السيارات واسواق العقارات. عندما ترتفع الفوائد على القروض فانا النهارده لن استطيع ان انا امول كثير من المشاريع او من القروض حتى للمستهلكين لشراء سيارات او لشراء عقارات وغيره.
حتى نسب الفوائد على كروت الائتمان على وغيرها. كل ده بيعمل عندي ضغط في الاسواق فرفع الفائده بيسحب السيوله، بيعمل عمليه تباطؤ الى حد ما في الحركه في النمو في الاسواق. ده بيؤدي الى ان الشركات حجم عملها بيتقلص وبالتالي فرص نموها بتتقلص. نعم. واسعار اسهمها. طيب دكتور، كيف يؤثر تغيير سعر الفائده على اداء الشركات والمؤسسات في اي دوله او سوق مالي؟ اول حاجه اللي هو ارتفاع اسعار الفائده بيؤدي ان تكلفه الاقراض بتبقى عندي عاليه. في حاجه ثانيه ان البنوك كمان بتتشدد في الاقراض فبتقدم قروض اقل للشركات، فده بيضغط عليا بشكل عالي جدا. انا كشركه كعايز ان انا اعمل عمليه توسع، سواء ان انا اشتري الات جديده، سواء ان انا اعين موظفين جداد، سواء ان انا ادشن منتجات اخرى او اعمل عمليه ابحاث وتطوير. فده حاجه. الحاجه الثانيه ان هو الضغط رفع اسعار الفائده بيضغط على المستهلكين ان هم بيشتروا منتجاتي. فانا النهارده لو شركه عقاريه او شركه حتى شركات اجهزه منزليه او غير او اجهزه او شركات سيارات، فعندما تتقلص السيوله في الاسواق وعندما تمتنع او تتشدد البنوك في اعطاء قروض وعندما يمتنع الافراد عن الاقتراض او ان هم يشتروا بالاقساط، فده هيؤدي ان انا مبيعاتي تتراجع وده يسبب ضغط عندي في شركتي. نعم دكتور، لماذا يعني تشخص ابصار المستثمرين في كل مره تجتمع فيها البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، خاصة وأن قرارات المركزية الأمريكية مصيرية لا تعترف بحدود جغرافية، فهي ومن حيث أنها مرتبطة بالدولار فإنها تجوب العالم معه وهي العملة الأشهر والأكثر انتشار؟ طبعا الوضع العالمي أن الدولار والاقتصاد الأمريكي هو الأكثر أمانا لأسباب متعددة، أهمها أن الولايات المتحدة قوة عظمى، أمها الاستقرار السياسي والدور الجيوبوليتيكال للدولة العظمى دي اللي هي الولايات المتحدة وقدرتها على جذب الأموال. فأنا كمستثمر أو كصندوق استثماري بيبقى بالنسبة لي الأفضل إن أنا أضع أموالي في صناديق الاستثمار أو في السندات الأمريكية. وعندما ترتفع أسعار الفائدة فمن المنطقي ان انا اسحب اموالي من الاسواق الناشئه اللي زي تركيا ولا مصر ولا البرازيل ولا جنوب افريقيا. نعم. والجا بها الاسواق الاكثر امنا والتي تعطيني فائده كويسه دلوقتي. يبقى انا ده لهذا ينظر الجميع الان وينتظر الجميع الان الى الساعه الثانيه ظهرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحده عشان ينتظروا قرار الفيدرالي الامريكي. نعم. هيرفع الفائده قد ايه، وبناء عليه ستتخذ كثير من صناديق الاستثمار وكثير من المستثمرين قراراتهم اين سيذهبوا باموالهم. ونحن ندندن حول هذا الموضوع بلا شك، ونتوقع يعني اجتماع المركز الفيدرالي اليوم. لذلك ما هي توقعاتك لاسعار الفائده خلال هذا الاجتماع؟ والله هو رئيس البنك الفيدرالي كان قال قبل كده في الاجتماع الماضي ان هو ليس مطروحا ان هو يرفع الفائده 75 نقطه اساس، ولكن كان الكل متوقع ان تبدا معدلات التضخم في التراجع بعض الشيء في الولايات المتحده. حدث العكس، ان معدلات التضخم ارتفعت، وبالتالي الاجتماع اللي هو بيعقدوه بقى لهم من امبارح والنهارده هيعلنوا نتائجه الساعه الثانيه ظهرا بتوقيت الولايات المتحده الشرقي، ربما هناك بعض المحللين ونحن منهم نتوقع ان لا يوجد الان استبعاد لرفع الفائده ب 75 نقطه اساس. هم كان التوقع اللي قبل كده هو كان 50 نقطه اساس، ولكن انا اقدر اقول ان احنا بنسبه 50% سيرفعوا يبقى احنا عندنا 50% توقع رفعها بنسبه 50 نقطه اساس، 50% توقع رفعها بنسبه 75 نقطة أساس. لا نتوقع على الإطلاق أن تظل أسعار الفائدة كما هي. نعم، يعني هل تختلف تداعيات تغيير أسعار الفائدة صعودا وهبوطا على المستثمرين داخل سوق المال ومن هم خارجها؟ طبعا، علشان زي ما قلت لسيادتك، أنا النهاردة لما ألاقي أن
أسعار السندات أو وضع أموالي في البنوك، أموال بدون مخاطرة ليس فيها أي نوع من المخاطرة بتأتي لي بفائدة مرتفعة وبأرباح مرتفعة، فلماذا أذهب بها إلى سوق المال؟ أو لماذا أذهب بها إن أنا أستثمر في شركة أو إن أنا أبدأ في حجم أعمال بالنسبة لي؟ نعم، التغيير سعر الفائدة يؤثر بشكل مباشر على قيمة الفوائد التي ستدفعها الشركات كخدمة لديونها، فتتبدل هذه الخطط لتتوسع وبالتبعية أداء أسهمها بالبورصة. هل من حل هذه المشكلة؟ والله حضرتك احنا في أزمة، احنا في أزمة وفي أزمة ضخمة جدا. وكان جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان كان متشائم وكان بيقول احنا نخشى ان ندخل في بركان وان احنا نربط الاحزمه، حتى هو في سياسه جي بي مورغان قال ان هو هيكون اكثر حذرا وتجنبا للمخاطره في الايام القادمه. علشان زي ما بقول لحضرتك احنا ما عندناش عامل واحد، احنا عندنا سؤال. طبعا الموضوع ليس سياسات نقديه وسياسات ماليه فقط، ولكنه مرتبط بالاوضاع الجيوبوليتيكال. ماذا سيحدث في تطورات الحرب الاوكرانيه؟ ما وبالتالي ماذا سيحدث لقضايا الامن الغذائي؟ وبالتالي ما هل ستكون هناك تداعيات، او بالتاكيد ستكون هناك تداعيات على اسعار الطاقه اللي هي بتؤثر على الاسواق العالميه كلها. كذلك قضيه الصين النهارده، الصين عندها مشكله اقتصاديه في الاغلاق، ولكنها بنشهد منها تصعيد في المجال السياسي في مشكلتها مع تايوان وفي قضية تايوان. الرئيس بايدن سيزور المنطقة، منطقة الخليج، سيزور الكيان الاحتلال وسيزور السعودية من 13 ل 16 يوليو، وستكون هناك قمة. الكثير يتحدث عن تغيرات قد تحدث في المنطقة بناء على هذه القمة وسيكون لها ما بعدها، وده كله لا نستطيع أن يكون هناك فصل في الرابط بين السياسة وآثارها والاقتصاد. فنحن لا نتحدث. جميل. سنة 2007 2008 أستاذي كانت عندنا مشكلة مالية فقاعة بنعالجها بأدواتنا المالية. الآن إحنا بنعاني من آثار تداعيات كوفيد، وبنعاني من تغيرات دولية ومن حرب داخل أوروبا قد تمتد وتتحول لا قدر الله إلى حرب عالمية. نعم دكتور مراد، ماذا عن أصحاب المدخرات الصغيرة والمتوسطة؟ ماذا يتعين عليهم فعله في ظل هذه الظروف؟ فهم بين فكي انعدام الرؤية بشأن السياسة النقدية وتآكل قدرتهم الشرائية بسبب التضخم. لو أنا سمحت لنفسي أن أدي بعض النصائح للمستثمرين الصغار والمتوسطين، هقول أولاً تنويع المخاطر، أنك ما تحطش كل البيض في سلة واحدة، يعني دي حاجة. الحاجة الثانية ان انت ترشد في استهلاكك وتكون حذر بشكل عالي جدا في المخاطره في الاستثمارات، بحيث ان ما تعملش مشروع غير بدراسات جدوى حقيقيه. ثالثا، ان احنا هذا لا ينفي وجود فرص في اي ازمه استاذي، بيبقى فيه فرص. ويستطيع المستثمر الذكي ان هو يصل الى هذه الفرص من خلال تحليل الاسواق التي يعمل بها، وان هو يحلل الفجوات اللي موجوده. اذا استطاع ان تقدم منتجات او خدمات يفتقدها السوق وتتفوق فيها على اقرانك، وتستطيع ان تصل للمستهلك بناء على احتياجاته، ده بالنسبه لك هتبقى عامل كبير. هضرب ليك مثل صغير جدا. نعم. شركه 3M في اثناء الركود الكبير في الثلاثينيات شهدت طفره كبيره جدا، وكان تغيير كبير جدا لها. تخيل حضرتك ازاي؟ نعم. ان احد علمائها اخترع الشريط اللاصق البسيط اللي هما بيعملوه. كان وقتها الامريكان وكذلك الاوروبيين على نتيجه للركود اللي موجود، فلما حاجه تتكسر بدل ما يرميها يلزقها ويصلحها. فعندما وفرت 3M هذا الاختراع، وقتها ما كانش فيه بقى الشريط اللاصق دوت، لما وفرت هذا الاختراع باعت منه، وكانت الشركه شهدت انتعاش. فبينما كان السوق العالمي يشهد الركود الكبير والكساد الكبير، كانت شركة 3M تشهد الانتعاش. فده مثل كيف تستطيع أن تصل إلى
فجوة وتحدد احتياج موجود في الأسواق حتى في فترات الركود وحتى في فترات الكسر. نعم، ونحن كذلك نعدل هذا السؤال كما هذه الشركة، هل البنوك تعتبر ملاذا آمنا ومربحا لأصحاب رؤوس الأموال كونها أفضل للمستثمرين وأقل خطورة وتقلبا من أسواق المال، أم أنها فقدت هذه المزية في ظل تقلبات أسعار الفائدة؟ مش بس تقلبات أسعار الفائدة، إحنا في عندنا حاجة اسمها الفائدة السلبية. يعني مثال، لو أنا في دولة بتديني 8% فوائد، 9% فوائد، بينما التضخم المعلن 13، وساعات في دول كثيرة بيكون حساباتها للتضخم خاصة في الأسواق الناشئة حساباتها للتضخم غير دقيقة، فبينما هو بيعلن التضخم بتاعي 13.5%، بتلاقي إن في دراسات مستقلة بتقول لا ده التضخم عنده 29%. ففي واقع الأمر حضرتك لما بتاخد 8% على فلوسك أو 9% أو حتى 10%، ففلوسك بتقل، هي فائدة بالسالب وليست بالإيجاب. فوضع البنوك، وضع الأموال في البنوك هو الحل الأقل مخاطرة ولكنه الأكثر ربح. عشان كده تمام احنا بننصح به تعدد بان انت محفظتك تكون فيها ما تضعش بيضك كله في سلة واحدة. نعم، في جزء بتضعه كمدخرات، ولكن لابد من الاستثمار ولابد من المخاطرة، مخاطرة محسوبة بناء على دراسات جدوى بناء على مشاريع تدخل بها إلى الأسواق. وفقا للقواعد الاقتصادية والتقليدية يعتبر الذهب والمعادن النفيسة يعني تتحرك صعودا وهبوطا عكس اتجاه الدولار، لكن ما تشهده الأسواق حاليا مغاير تماما مع دخول التضخم على خط المواجهة، كيف ترى العلاقة بينهما؟ احنا بنشهد احداث غير تقليدية لا تستطيع ان تطبق فيها القواعد التقليدية. هضرب لك مثال، النهاردة الحرب الروسية والعقوبات على روسيا خلت روسيا ان هي لما يكون عندها فوائض بدل ما تروح تشتري بيها سندات في الولايات المتحدة وبدل ما هي تعمل بيها مشاريع في الغرب، احتفظت بهذه الأموال وبدأت تشتري بيها ذهب من حتى من إنتاجها المحلي، فده بيعمل رفع للأسعار للذهب. في ذات الوقت عندنا البنك الفيدرالي الأمريكي بيرفع أسعار الفائدة، فبيسحب السيولة من الأسواق الناشئة وبيعمل ضغط على عملات الأسواق الناشئة بحيث أنها كلها بتتحول للدولارات، فبالتالي بنشهد تزامن في ارتفاع طلب على الذهب من سواء من روسيا أو من الأسواق الناشئة، وفي ارتفاع طلب على الدولار كذلك، فالاثنان يرتفعان. نعم، سؤال الأخير في هذه المقابلة دكتور مراد، ما هي النصائح التي تقدمها للمستثمرين داخل وخارج سوق المال وأصحاب المدخرات للتعامل مع أسعار الفائدة في المعطيات الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية؟ أو عدد المخاطر بتاعتك، رشد بشكل عالي جدا استهلاكك وخليك واعمل دراسات جدوى وتحسب لخطواتك بشكل دقيق، ابحث عن الفرص في أسواقك وابحث عن الإبداع. الأفكار المبدعة ستكون هي القاطرة للشركات والمؤسسات الناجحة. نعم، علشان كده استثمر في البحث والتطوير، استثمر في موظفينك، استثمر في جذب العقول التي تستطيع أن تقفز بمؤسستك وشركتك قفزة نوعية. نعم، إذن دكتور مراد يعني كان لدينا كثير من الأسئلة، سنبحث عنك بلا شك.